القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى إسقاطات المعاني وتوصيلات ومرادفات اليونت الأول للصف السادس الإعدادي في كتاب الطالب وكتاب النشاط. التمرين الأول موجود في كتاب الطالب صفحة 6، يسمى إسقاطات. ماذا نعني بالإسقاطات؟ الإسقاطات معناها بأنه توجد يعني بين قوسين أو في صندوق يضعون إياها كلمات ويطلب منا أن نضعها في الفراغات، نسقطها في الفراغ المناسب، فهذه تسمى الإسقاطات. فهذا التمرين هو موجود في كتاب الطالب، وسوف نبدأ بقراءة الكلمات اللي بين قوسين. bleeding معناها ينزف أو نزف، swollen معناها متورم أو منتفخ، hurts معناها يؤذي أو يؤلم، painkillers معناها مسكنات للألم، twisted يعني معناها ملتوية، sick أما تأتي بمعنى مريض أو مرض أو تقيؤ، هنا جاءت بمعنى تقيؤ، sore معناها تقرح، sneezing يعطس، fractured معناها مكسور، temperature معناها درجة الحرارة، swallow معناها ابتلاع أو يبتلع، sore throat معناها تقرح أو التهاب الحنجرة، sprained معناها التواء، dizzy معناها ديوار، dry معناها جفاف أو يجف، burnt معناها يحرق أو يحترق. Number 1، I have a very bad cold. I can't stop. ولدينا فراغ، يعني أنا لدي أو عندي زكام شديد جدا ولا أستطيع التوقف عن. إذا كان لدينا زكام إذن لدينا عطاس، لا نستطيع أن نتوقف عن العطاس، إذن نكتب sneezing، فننزل كلمة sneezing في الفراغ. I can't stop sneezing. أنا لا أستطيع أن أتوقف عن العطاس. Number 2، I've got a bad wrist. أنا يعني رزغي يؤلمني. I sprained it lifting weights in the gym. يعني أنا لويته عندما كنت أرفع الأثقال في القاعة الرياضية. فكتبنا هنا wrist معناه رزغ و sprained الالتواء. Number 3، my toe is bleeding. My toe يعني إصبعي القدم، إصبع القدم. Bleeding ينزف. I cut it on a piece of glass on the beach. I cut it يعني أنا جرحته on a piece of glass يعني في قطعة من الزجاج on the beach على الساحل. فهنا يعني بما أنه قطعه بقطعة من الزجاج إذا ينزف أكيد هو، فنكتب bleeding. من المعنى يعرف الطالب يضع الكلمات. Number 4، I've got a pain in my knee. أنا لدي ألم في ركبتي، وبما أنه لدي ألم في ركبتي إذن إنها متورمة. It's really swollen. إنها حقيقة متورمة، إذن نكتب swollen. Number 5، I've got a broken leg. أنا يعني رجلي مكسورة. I ولدينا فراغ. It in a motorbike accident. أنا يعني في حادثة دراجة نارية. فماذا فعلت لي الساق؟ Fractured يعني معناها كسرتها. Fractured إذا نكتب fractured. I fractured it in a motorbike accident. أنا كسرتها بحادث دراجة نارية. Number 6، I've ولدينا of 39. يعني أنا لدي درجة حرارة يعني 39 درجة مئوية. إذا نكتب a temperature. درجة الحرارة أو درجة حرارته هي 30 درجة مئوية. عندما نلاحظ رقم بأنه هي تكون درجة الحرارة يعني رقمها 39. Number 7، I've got a terrible headache. أنا لدي يعني صداع مزعج. Can I have some؟ أستطيع أن أخذ. فعندما يكون لدي صداع ماذا أخذ؟ أخذ بعض المسكنات، فنكتب painkillers. أستطيع أن أخذ أو أتناول بعض المسكنات. Number 8، I my finger on the oven. يعني أنا أصبعي أصبع يدي يعني في الفرن. ماذا فعلت بأصبع يدي بالفرن؟ حرقته أكيد، فنكتب burnt. I burnt my finger on the oven. أنا حرقت أصبعي يعني في الفرن. Number 9، my shoulder. ولدينا I did it playing tennis. يعني أكتافي تؤلمني أو تؤذيني، فنكتب hurt. My shoulder hurts. I did it playing tennis. بسبب يعني لعبي كرة التنس.
Number 10, I feel I need to lie down. أنا أشعر ب وأنا أحتاج أن أستلقي. فأشعر بماذا؟ أشعر بالديوار، لذلك يعني أحتاج أن أستلقي. فنكتب dizzy. I feel dizzy. أنا أشعر بالديوار. I need to lie down. Number 11, I ولدينا فراغ my ankle playing football. يعني أنا كاحلي بلعبة القدم. ماذا عندما ألعب القدم؟ أكيد يعني يحدث لي التواء بالكاحل دائما، فلذلك أكتب twisted. I twisted my ankle playing football. أنا لويت يعني كاحلي بلعبة القدم. Number 12, I need this packet. يعني أنا أحتاج هذا الدلو أو السطل. Because بسبب I think I'm going to be sick. لأنه أنا أعتقد أنا على وشك أن أتقيأ. هنا sick جاءت معنى أتقيأ. I need this packet because I think I'm going to be sick. Number 13, my lips are really يعني شفتاي حقيقة dry and sore. يعني جافة ومتقرحة. Dry نكتب بالفراغ الأول والفراغ الثاني so. Number 14, I've got a it so much that I can't. ولدينا هنا ثلاث فراغات. I have got a sore throat. أنا لدي يعني تقرح حنجرة. It hurts so much. It hurts so much. إنه يعني يؤلمني كثيرا. That I can't swallow. لذلك أنا لا أستطيع أن أبتلع. إذن الفراغ الأول نضع sore throat تقرح حنجرة، والفراغ الثاني hurts يؤلمني أو يؤذيني، وswallow الفراغ الأخير. فعلى الطالب أن يحفظ هذه الكلمات ويعرف معناهن حتى يعرف أن يسقط الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب. التمرين الآخر هو تمرين C في كتاب النشاط صفحة 3. أيضا لدينا بعض الكلمات bleeding أيضا يعني ينزف أو نزيف، broken مكسور، hurts يؤلم أو يؤذي، pain أيضا ألم أو وجع، sick مريض أو تقيؤ يتقيأ، sore معناها تقرح، dizzy ديوار، وسنيز يعطس. Number one، هنا في هذه الجملة في الكتاب قبلها فقط سائلين have you got a cold؟ هل لديك يعني زكام؟ فيجيب no، وبعدها يجيب I always when I put pepper on my food. يعني أنا دائما أعطس حينما أضع الفلفل على طعامي. طبعا هي عندما نضع دائما الفلفل على الطعام يعني يعطس الشخص، فلذلك نكتب sneeze لأنه هو لاحظه بأنه يعطس كثيرا. قاله have you got a cold؟ هل لديك زكام؟ فقال لا، أنا يعني دائما أعطس عندما أضع الفلفل على طعامي. فهنا نكتب في الفراغ I always sneeze أنا دائما أعطس when I put pepper on my food حينما أضع الفلفل على طعامي. Number 2, he was 3 times in the night. هو كان يعني 3 مرات في الليل. The food in the restaurant يعني الطعام في المطعم wasn't very fresh. لم يكن طازجا. إذا عندما تناول طعام غير طازج، إذا ماذا فعل؟ تقيأ لأنه الطعام يعني غير طازج. فنكتب sick. He was sick. هو تقيأ 3 times in the night. 3 مرات في الليل. Number 3, it was a very deep cut. إنه جروح جدا عميق. And it was a lot. وهو يعني إذا جروح عميق إذا هو سوف ينزف. فنكتب bleeding a lot. هو يعني نزف كثيرا. It was bleeding a lot. هو نزف كثيرا. Number 4, my back يعني ظهري all time كل الوقت. It only feels okay when I am lying down. يعني يتحسن ظهري فقط حينما أستلقي. إذا ماذا؟ الظهر هو يؤلم أكيد، فنقول my back hurts. ظهري يؤلمني all time كل الوقت. Number 5, she can't play tennis. إنها لا تستطيع أن تلعب كرة التنس أو لعبة التنس. She has her right arm. إنها ذراعها اليمنى. لماذا لا تستطيع أن تلعب التنس؟ لأنه ذراعها اليمنى ماذا؟ مكسورة. إذا نكتب broken. She has broken her right arm. فقد كسرت ذراعها اليمين. Number 6, I went swimming yesterday. أنا ذهبت للسباحة البارحة. And my eyes are from the chemicals in the pool. يعني عيناي يعني تقرحت من المواد الكيميائية. Chemicals معناها كيميائي. Chemicals معناها مواد كيميائية. In the pool في المسبح. فنكتب so.
My eyes are sore. يعني عيناي تقرحت أو التهبت from the chemical in the pools. من المواد الكيميائية في المسبح. Number 7. Where exactly is the and how long have you had it? يعني أين بالضبط الألم ومنذ متى عندك يعني هذا الألم. فنكتب pain. Where exactly is the pain? أين بالضبط الألم؟ And how long have you had it? ومنذ متى يعني عندك؟ Number 8. It was a very hot day. إنه كان يوم جدا حار. And she hadn't eaten or drank. وإنها لم تأكل يعني أو تشرب anything all the day. أي شيء يعني خلال اليوم. That's why she suddenly went pale. هذا يعني السبب الذي جعلها فجأة تصبح شاحبة. And felt dizzy وشعرت بالدوار during the lesson خلال الدرس. إذا بالفراغ نكتب dizzy. Felt dizzy. شعرت بالدوار. Activity C في كتاب النشاط صفحة 19. وهذا التمرين أيضا قد يأتي على شكل إسقاطات كما في التمرين هنا بالأعلى. كتبت الكلمات بالأعلى ونضعهن أو نسقطهن في الفراغ. أو قد يأتي على شكل إملاء يطلب منا أن نكمل يعني حروف الكلمة. فهنا لدينا في الأعلى throat معناها حنجرة, faint معناها إغماء, pills معناها حبوب, skin معناها جلد أو بشرة, sneeze يعطس, coughs معناها سعال, temperature معناها درجة الحرارة, cream معناها كريم أو المرهم. فمن المعنى نختار من الكلمات ونضعها في الفراغات. Number 1. I feel dizzy. أنا أشعر بالدوار. I think I am going to. عندما أشعر بالدوار إذن أنا على وشك أن أفقد وعي. إذن فنكتب faint. Faint هي معناها إغماء أو على وشك أن يغمى علي. I think I am going to faint. أعتقد أني سأفقد وعي أو سوف أصاب بالإغماء. Number 2. I can't swallow. أنا لا أستطيع أن أبتلع. I have a sore. عندما أنا لا أبتلع إذن شنو السبب يكون بسبب الحنجرة فلأنه لدي تقرح أو التهاب بالحنجرة فأكتب I have a sore throat. أنا لدي يعني تقرح بالحنجرة أو التهاب and a وفراغ لدينا of 39 degrees ولدينا عند درجة حرارة 39 درجة مئوية. إذن عندما نلاحظ بأنه درجة حرارة هنا إذن نكتب temperature كما قلنا بأنه عندما نلاحظ رقم بأنه هذه درجة الحرارة فنكتب temperature درجة الحرارة. I can't swallow أنا لا أستطيع أن أبتل. I have a sore throat أنا لدي تقرح حنجرة. And a temperature of 39 degrees ولدي عند درجة حرارة 39 درجة مئوية. Number 3. You have to take two of these يعني أنت تحتاج أن تأخذ اثنين منها. Three times a day ثلاث مرات في اليوم. وما هو الذي نأخذ منه ثلاث مرات في اليوم؟ هي الحبوب pills. فنكتب بالفراغ pills. You have to take two of these pills. أنت تحتاج أن تأخذ اثنين من هذه الحبوب. Three times a day ثلاث مرات في اليوم. Number 4. The skin on my legs is very dry. يعني جلد ساقي جدا جاف. So I have to put this cream every day. لذلك أنا أحتاج أن أضع هذا الكريم يعني كل يوم. فما هو الذي يكون جاف؟ هو جلد الساق يكون جاف. فلذلك نحتاج أن نضع كريم عليه كل يوم. Number 5. We often say bless you. نحن غالبا نقول يرحمك الله when somebody حينما شخص ما sneezes يعطس. But we don't say it ولكن نحن لا نقوله if somebody إذا شخص ما كافس سعل. نقولها نحن يرحمكم الله في العطاس ولكن في السؤال لا نقولها bless you. ولدينا تمرين آخر تمرين A في صفحة 2 من كتاب النشاط. هذا التمرين هو تصنيفات يعني نصنف الكلمات حسب النوع اللي تعود إليه. يعني مثلا لدينا treatment. Treatment معناها علاج. يوجد بعض الكلمات تعتبر من العلاجات. و giants يعني المفاصل أيضا بعض الكلمات كمفاصل. و verbs أفعال. و inside and outside the body داخل وخارج الجسم. فالآن سوف نبدأ بقراءة الكلمات بالأعلى. Ankle معناها كاحل. Ankle. Bandage. Bandage معناها ضماد أو رباط يعني للضماد. Blood معناها دم. Bones معناها عظام. Breathe معناها تنفس. Calf معناها سعال. Cream معناها يعني كريم أو مرهم. Elbow معناها مرفق. Faint معناها إغماء. Heart. Heart معناها قلب. Knee معناها ركبة. Medicine دواء. Plaster يعني لاصق الجروح. Pills حبوب.
shoulder معناها كتف, skin بشرة أو جلد, sneeze معناها يعطس, stomach معناها وجع معدة أو معدة, swallow معناها ابتلاع أو يبتلع, wrist معناها رسغ. فهنا فصلنا الكلمات وحسب النوع اللي تعود إليه. هنا treatment معناها علاج, نكون نستخدم الباندج للعلاج, الرباط أو الضماد, cream أيضا للعلاج, medicine الأدوية أيضا للعلاج, plaster أيضا اللاصق للعلاج, لاصقة الجروح أيضا للعلاج, pills حبوب أيضا للعلاج. أما joints معناها المفاصل, فتكون ankle معناها الكاحل, elbow معناها المرفق, knee معناها الركبة, shoulder معناها الكتف, wrist الرسغ. ولدينا verbs أفعال, breathe يعني تنفس, cough يسعل, faint معناها إغماء, sneeze يعطس, swallow يبتلع. ولدينا inside and outside the body يعني في داخل وخارج الجسم, يكون blood الدم, bones العظام, heart معناها القلب, skin البشرة, stomach المعدة. تمرين عن الإملاء activity B صفحة 19 من كتاب النشاط. Number one, name three joints in the arm يعني سمي ثلاث مفاصل في الذراع, فتكون wrist الرسغ, وتكون elbow معناها المرفق, وshoulder الكتف. وطبعا هنا في الفراغات هم محددين أي شيء يريدون, هنا واضعين W, هنا واضعين بالفراغ الثاني E, والفراغ الثالث S. Number two, name two joints in the leg يعني سمي مفصلين في الساق, knee تكون الركبة, ankle الكاحل. Number three, name two things for covering a cat يعني سمي شيئين لتغطية الجروح, فيكون plaster معني لاصقة الجروح, وباندج الرباط أو الضماد. والتمرين الأخير هو تمرين عن المرادفات activity A في صفحة 24 من كتاب النشاط, يطلب منا مرادفة للكلمة. Number one, surprised, وتكون مرادفتها هي surprised معناها يندهش أو مندهش, تكون مرادفتها puzzled, puzzled أيضا مندهش. Number two, pushing معناها يدفع, ومرادفتها تكون shaking معناها يدفع أيضا أو يهز. Number three, without success, فتكون مرادفتها to no avail يعني بلا جدوى. Number four, faint معناها إغماء, فتكون مرادفتها lose consciousness معناها يفقد الوعي, lose consciousness. Number five, dropping معناها يسقط يعني أو يسكب, water الماء, milk الحليب, وتكون مرادفتها أيضا spilling معناها أيضا يسكب. Number six, the police يعني الشرطة, fire department يعني قسم الإطفاء, ambulance معناها سيارة الإسعاف, فتكون مرادفة إلهي emergency services يعني خدمة الطوارئ. Number seven, medical helpers يعني مساعدين الطبيين, فتكون not doctors ليس الأطباء, أو nurses أو ممرضين, فيكونون المسعفين أو معاونين أطباء, فيكون paramedics معناها مسعفين أو معاونين طبيين. Number eight, woke up معناها يعني ينهض أو يستيقظ أو يفيق, فتكون regained consciousness معناها يستعيد وعيه أو يفيق. Regained consciousness. قاطات المهمة أيضا في اليونت الأول, swallow معناها يبتلع, و temperature معناها درجة الحرارة, و throat معناها حنجرة, و burnt معناها يحترق, و medicine معناها دواء, و swollen معناها منتفخ, و fractured معناها كسر, و broken مكسور, و plaster معناها لاصق الجروح. Number one, the doctor told me to open my mouth. الطبيبة يعني أخبرتني بأن أفتح فمي, and say وأقول and then she looked at my فراغ, وبعد ذلك هي نظرت إلى طبعا تكون حنجرتي throat, فنكتب بالفراغ throat. Number two, 1 minute اللي يعني لدقيقة, I feel hot, أشعر بالحرارة, and the next minute I feel cold, والدقيقة الأخرى أشعر بالبرودة يعني أشعر بالحرارة والبرودة. I think I have a temperature, أنا أعتقد بأن لدي يعني درجة حرارة مرتفعة, لأنه أشعر بالبرودة والحرارة فتكون لدي درجة حرارة مرتفعة. Number three, I spilled boiling water on my foot, يعني أنا سكبت الماء الحار أو الماء المغلي على قدمي. It's very badly burnt, إنه حرق جدا يعني سيء.
Number four, I can't eat my lunch. أنا لا أستطيع أن أتناول غدائي. My throat hurts too much when I swallow. يعني حنجرتي تؤذيني كثيرا عندما أبتلع. فنكتب بالفراغ swallow. Number five, my foot went over. يعني قدمي انقلبت. Now my ankle is really swollen. يعني الآن كاحلي حقا متورم. فنكتب swollen. بما أنه يعني قدمه انقلبت فإذا هو كاحله يكون متورم أو منتفخ فنكتب swollen. Number 6 وهذه النقطة طبعا النقطة السادسة مهمة جاء الدور أول 2017. Number 6 have you taken any medicine for the pain؟ هل أخذت أي أدوية أو دواء للألم؟ فنكتب medicine. هذه جاء الدور أول 2017. Number 7 what does the x-ray show؟ يعني ماذا تظهر الأشعة؟ Your wrist is fractured. يعني رزغك مكسور. فالرزغ تكون باليد. Number 8 do you think it's broken? هل تعتقد بأنه يعني مكسور؟ Probably not. من المحتمل لا. But you need to have an x-ray. لكن أنت تحتاج أن تأخذ أشعة سينية. Number 9 I'm going to put your wrist in plaster. أنا سوف أضع رزغك في الضماد أو الجص. In a plaster. هذه جميع الإسقاطات في الصفحة الأولى من الكتاب الطالب Students Book الكتاب الملون. وعندنا تمرين آخر عن إسقاطات المعاني في صفحة 9 من كتاب الطالب. Approximately تقريبا معناها approximately معناها تقريبا و take up معناها يبدأ و average average معناها معدل و goes up يزداد و campaigns معناها حملات و poisoning poisoning معناها تسمم. Number 1 most smokers the habit when they are teenagers يعني أغلب المدخنين يبدأون إعادة التدخين حينما يكونون مراهقين فنكتب take up. Take up هذه طبعا جملة وزارية فمهمة. Number 2 every day in the United Kingdom approximately 450 young people under the age of 18 start smoking. كل يوم في المملكة المتحدة 450 شاب تحت عمر 18 يبدأون بالتدخين فنكتب approximately. Number 3 British government currently spend around 30 million a year on anti-smoking education campaigns. يعني الحكومة البريطانية تنفق حوالي 30 مليون سنويا على حملات التعليم ضد التدخين فنكتب campaigns. Number 4 more people in Britain die from smoking than from road accidents, poisoning and AIDS. أكثر الناس في بريطانيا يموتون من التدخين أكثر من حوادث الطرق road accidents وpoisoning التسمم والأيدز يعني الأيدز. Number 5 people who smoke a packet of cigarettes يعني الناس الذين يدخنون علبة من السجائر يوميا a day die an average 7 years earlier than people who have never smoked. يعني الناس الذين يدخنون علبة من السجائر يوميا يموتون بمعدل 7 سنوات مبكرا من الناس الذين لا يدخنون. Number 6 in Britain the number of diabetics goes up every year. يعني في بريطانيا عدد المصابون بالسكري يزدادون فنكتب goes up. Goes up وهذه جملة مهمة جاء الدور الثاني 2015. عندنا تمرين أي في صفحة 16 من كتاب النشاط. هذه مثل يعني اختيارات يختار الطالب جملة من الجمل. Number 1 the government spends millions on يعني الحكومة تنفق الملايين على الناس الذين جعلوا أنفسهم مرضى. بي جوابها people who have made themselves ill يعني الناس الذين جعلوا أنفسهم مرضى. Number 2 because of their bad diet يعني بسبب نظامهم الغذائي السيء 60% of British people يعني 60% من البريطانيين يعانون تكون جوابها بي ار overweight and could get diabetes يعني بسبب النظام الغذائي السيء يعاني 60% من البريطانيين من زيادة الوزن ويمكن ان يصابون بمرض السكري فنختار بي ار overweight and could get diabetes. Number 3 people فيكون جوابها A no longer take enough exercise no longer take enough exercise يعني لم يعد الناس يأخذون تمارين كافية. Number 4 smoking يكون جوابها C is destroying a lot of people's health التدخين يدمر الكثير من صحة الناس. Number 5 the government shouldn't pay for people's health care
يكون جوابها A unless they take proper care of themselves. يعني لا ينبغي للحكومة أن تدفع تكاليف الرعاية الصحية للناس ما لم يعتنوا بأنفسهم بشكل جيد. The government shouldn't pay for people's health care unless they take proper care of themselves. هذه الجملة جاءت في الوزارة ولكن جاءت على شكل فراغ، فكلمة proper كانت من ضمن الإسقاطات فكانت على شكل فراغ جاءت proper. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل.